السلام عليكم خويا، نحب نحكي الحكاية على سخانتها تو ما دامني في بورت حلق الويد. انا نستنيه عن 7 سوايع ظلي متخلنا البورت نستنيه. يلا محمد رسول الله، انا جيت لو 27 جوي من طالي البورت حلق الويد، جبت معايا بالكهرباء متاعي وعندي الموتور متاعي باش نعدي بيهم فاكونس ونروح بيهم. كي وصلت للبورت خويا قال لك الديوانة ما تنجمش تدخل كهرباء موتور في نفس الباسبور. يا ولدي كيفاش؟ قال لك ليه ممنوع. يا ولدي الموتور راني باش نحوس بها ونروح بها. قال لك تنجمش تدخل دو كارت غريز على نفس الباسبور. ايه شنو هي الحل خويا؟ قال لك الموتور لا تبقى في الحجز المؤقت، ولا كان عندك شكون يدخلها لك على باسبور اخر، ولا قال لك تنحي العجل يدخلها في الكهرباء. تنحي العجل يدخلها في الكهرباء نورمال. كي الموتور على الرومورك كيفي انا مش نورمال، هذايا ديجا فسروالي خاطر انا دخت في العجب معاهم بالرسمي، قويين برشا في تونس ياسر، يسون تخي فور. باهي انا بصيفتي ما لقيت حد يعني باش يخرج لي الموتور على باسبور اخر، وبنتي صغيره لازم تكون عمره 18 وحلت خويا. يعني ضرب 19 ساعه مشي طريق ومخلص الله يعلم بيه قداش، و 35 ساعه بطو و 19 ساعه طريق، في الاخر موتوري تبقى في الحز. ميرسي بوكو لا تشينيزي لله محمد رسول الله. اوكي هذايا وتعدينا عليها. من بعد عديت الفاكونس نتاعي، واليوم لو 17 اوت خويا مروح على روحي، مشيت باش نجبد موتوري من الحجز المؤقت يعني فهمت، مشيت نجبد موتوري اللي جا فرتوالك برا، جيب ورقه منا برا، صحنا منا رجع منا رجع من الغادي ما تعرفوهم كيف. من بعد مشيت الحجز باش ناخذ الموتور نتاعي، نغزل الموتور نثبت فما استخبيس درسنين، لقيت الروفيزور مكسر. قلت له كيفاش خويا شبير الروفيزور مكسر؟ قال سامحنا خويا بكشي شكون تك الموتور راهو تكسر وصرف منا باش نعمل معاه هذا. قلت له برا خويا مش مشكل، انا بطبيعتهم روتروفيزور صغار مراش بيهم مليح نتاع الموتور، بطبيعتي يعني بريفي باش نبدلهم انا. مشيت هكاك الحكاية، جبت خويا موتوري بديت نطلع فيه على الرومورك، تقطعت لي ما نعرفش قداش بقيت وقت، عرق شرتله في السخانه واحد، عملت لي صونجل ربطت كل شيء واحد، فما واحد عاوني يعطيه الصحه خزر وراي قال لي راهو قالوا لي قال لي البلاك نتاعك راهي مكسره، لي بلاك تاع الانايا نتاع الموتور يا ودي كيفاش؟ قال لي راهي مكسره. اجي اشوف، جيت نشوف في لي بلاك نلقاها مكسره زاده كيف كيف. حسيت تنحط لكم التصويرة ولا فيديو، عبارة تقول واحد مكسرها بالعاني انت شميت عليه خويا، يا اخي مرض قلوبكم كحلة شنو هي حكايتكم؟ يا دي كرهتونا فيها البلاد بالرسمي، واحد ما عادش يحب يجي لتونس والله، واحد قلبه معبي حسيت على تونس مش رمال، مش تونس تونس يعني تونس البلاد الدولة ليتا الديوان الحاكم كل شيء، شبيكم مرضى قلوبكم كحلة خويا، اش عندكم معانا يا اخي؟